عقد حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري اجتماعا مع المسؤولين الإداريين ورجال الأمن والشيوخ التقليديين ورجال الدين بهدف التباحث حول الوضع الاقتصادي وكيفية الحفاظ على الأمن والسلام. محمد عثمان بشير. إن هذا الاجتماع الذي عقده حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري مع مختلف المسؤولين بالإقليم الهدف منه هو معالجة مشكلات غلاء المعيشة والعمل على استتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات المتطرفة. وطلب الحاكم خلال هذا الاجتماع من جميع المسؤولين الإداريين والتقليديين ورجال الدين تبادل الاحترام فيما بينهم من أجل العمل المشترك لتحقيق الأفضل بالمنطقة. قلت لهم أنتوا دمو قدرنا كواي يا تو يدور يسوي بارير أنو شدة دا هني ما ن ما 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 ندور تسوي براوي بارير تنين واي في داخلين واي أنا مراكي. وفيما يخص موضوع غلاء المعيشة فقد أكد الحاكم على أنه قد تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الإدارية. نادم علي شكما يدور شكما كلامي أنا ولا بقر أنا ولا جمال أنا داي كيفولو دروا أو يغارانتير كم نادم علي دور أي بي اسمه شنو بقر دا نادم داي غارانتيلو يوري أي سين بقر دا أنا نادم علي دور أي شكما mais لكن غورس أجيب شلو فورا كتير مال بتشلو كتير فتا تاكس أنا كم زاتا دون قلتا شو الدم أي ورغلما ما في فوق. إذن ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن ذلك سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لجميع المشكلات الأمنية وغلاء المعيشة بإقليم البطحاء.